البدايه برحب بيك كل الساده المشاهدين. يعني يمكن بدا بالفعل هذا المؤتمر منذ قليل، يمكن احنا بنتكلم دلوقتي هشام، يعني بيقوم الدكتور اشرف حبشي وزير الشباب والرياضه بانطلاق كلمته داخل هذا المؤتمر. يعني زي ما انت قلت يا هشام انه هذا المؤتمر هو الاعلان عن مشروع الانتخاب الجيني للابطال الاولمبيين الجيلون، وده بالتاكيد طبعا يا هشام يعني تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذا المشروع يعني بيضمن انه يكون في كشف لجينات جميع الابطال الاولمبيين للتاكد من ان جينات هؤلاء الابطال تصلح لان هو يكون يعني بطل اولمبي، يتم الاستثمار في هذا البطل عشان يحصد لطبعا مصر يعني المزيد من البطولات، ويكون يعني رمز يشرف طبعا لمنتخب مصر في جميع الالعاب الاولمبيه. طبعا يعني هذا المؤتمر زي ما احنا قلنا بيكون بيشارك فيه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، وايضا الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهوريه للشؤون الصحيه والوقائيه، وايضا الدكتور محمد صقر رئيس اكاديميه البحث. هذا المؤتمر طبعا بيكون يعني بالتعاون بين هذه الجهات، وايضا بالتعاون مع وزاره الصحه، وزي ما انا قلت لك يا هشام ده بيشمل ان يكون في تحليل ل يعني جينات جميع الابطال الاولمبيين عشان يكون في تاكد ان جينات هؤلاء الابطال تصلح لان هي تكون يعني جينات لبطل رياضي يقدر طبعا ان هو يعني يحصد مزيد من البطولات. وايضا الشق الثاني في هذا المؤتمر هو مناقشه كيفيه دعم هؤلاء الابطال الاولمبيين ويعني تقديم المزيد اليهم خلال الفتره القادمه، وده بالتاكيد طبعا اللي اكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ان احنا محتاجين ان احنا يعني ندعم ابطالنا ونقف جنبهم ان احنا نكون يعني سند ليهم عشان يقدروا ان هم يرفعوا رايه مصر ويحققوا مزيد من البطولات والالقاب. وبالفعل يعني كان في استجابه سريعه من الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه انه بالفعل عقد النهارده هذا المؤتمر لتدشين يعني هذا المشروع والبدء في هذه الاستراتيجيه. وطبعا عشان زي ما انت قلت يعني بحضور عدد من الابطال الاولمبيين، وايضا بحضور عدد من ممثلي الجهات المعنيه زي ما احنا قلنا الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه ممثل عن وزاره الصحه، وايضا الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهوريه للشؤون الصحيه والوقائيه، واخيرا طبعا الدكتور محمود صقر رئيس اكاديميه البحث العلمي. طبعا النهارده عشان هيتم الاعلان خلال هذا المؤتمر عن هذا المشروع، يعني امتى هيتم تطبيق هذا المشروع، ازاي هنقدر ان احنا نستفيد من هذا المشروع. وبالتاكيد عشان يعني هنكون طبعا معاكم بجميع التفاصيل اول باول، يمكن دي ابرز يعني تفاصيل هذا المؤتمر، وبرجع لك مره ثانيه. أنا بشكرك جدا يا محمد، شكرا جزيلا زميلنا العزيز.